مش نبدا في الطريق، الطريق ما عندناش لا طريق لا ما والو. هذا اللي معناها تقريبا تقريبا تقطع والله ما يجي الشباب ولا طلعوا. هذا اللي يدخل صندوق يجيب لنا حل على الطريق. هاي نزل على الدور والله ما كانش دي ما كانش دي جا. ما يطالبوا لك على المواطن اللي ما عنده سيارات ولا في الامطار ولا ما يخرجوش كيما الاخر والله لا مغبره. كيما هاي كل مطر ولا حاجه وسبعه مقطوعه يولي يشوفون بها. هاي مقطوعه لا خالص بها. هذا اللي نقول خويا يا ما قلت لك ما مكش الطريق ما كانش هذا اللي تخصنا عليه ما خصنا حاجه الا طريق ولدي شمت هذه.